في شبوة تسلمت قوات اللواء الأول دفاع شبوة عدة نقاط عسكرية من اللواء الثاني مشاة بحري التابع لميليشيا الإخوان في المحافظة. وشمل الانتشار العسكري لقوات اللواء الأول دفاع شبوة في 3 قرى من مديرية رضوم الساحلية والمناطق المحاذية لمنشأة بلحافة، وتحديدا في منطقة مصلوق فرجومة والسوادية على مدخل عجلة والخط الدولي بالكامل. ويأتي هذا الانتشار عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة والقرارات الأخيرة التي أصدرها محافظ المحافظة بشأن التغيرات العسكرية في قادة الألوية بهدف ضمان حفظ استقرار وسكينة المحافظة من أي أعمال تخريبية تساعد على تحقيق النجاحات الأمنية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار.